جاب جاب هو هنا ولا مولانا؟ صباح الخير. ارحب. كم الروضه نحضر قدرتك فيه؟ والله الله حيك. والله مشاهدينا طبعا نتواجد في مخيم ومقر ابو خوذه طبعا سعيد بن جهويل المري اللي حاصل طبعا على المركز الاول اليوم. الله يمسك بالخير. الله يمسك بالنور. مرحبا ومسهلا ومبروك. تستاهل خير وراعي نواميس من اول يا ابو خوذه. ما عليك زودنا فداك. طول عمرك ويسلمك. تستاهلون الناموس جميع. الناموس ناموس الجميع. اكيد اكيد اكيد. احنا جايين كنومسك ومبارك لك. مرحبا ومسهلا. هالمشاركه وهالناموس وبكره ان شاء الله نواميس دائما ان شاء الله. هذا اول ناموس غير مجيكم بحد ذاته ناموس. والله اني صادق زيارتكم ومجيكم بحد ذاته والله انا اول نواميس. والله اني صادق. طيب عطنا مشاركاتك في مهرجان قطر. والله مشاركين اول شيء مشاركين مع اخواننا. نعم. وفي مهرجان قطر من المهرجانات اللي للامانه كل رجل ناجح ورجل راعي مشترى وراعي زين وراعي نواميس يشارك في مهرجان قطر لانه خذ حقك صح ولا تاخذ حق غيرك. احنا وحقك ما ياخذه غيرك صح. احنا خابرين واحد من الرجال المشاركين اللي اخذ الاوائل له 4 سنين ما عاد شارك في مهرجانات وجسنت منهم انا ما كنت ناوي اجيب من قبل. انا ضمنت انا علي الطارق ما جبتها ليله المشاركه. احسنت. ليله المشاركه بعد ما دريت ان مبدا المهرجان وتاسيسه على الشيء الصح. نعم. احنا تعبنا من الاتقاب العالم المصافيط. انا بقولها لك بالصراحه. أنا بالنص المنصوري هذا راعي القائده ماخذ 7 سنين ومسيطرتنا على الاوائل. صحيح. ال4 سنين يقول انا ما عاد شاركت. كان يكلمني وقال يا ابو سيف 4 سنين ما عاد شاركت لين شفت مهرجان قطر وشفت انا وش اللي فيه. طبعا انا جيت بشارك بحلالي نظيف بياخذ حق. صحيح. وجاء وخذ حق. عز الله. بيض الله وجههم. ما يخفى عليكم على الساحه ولا على العالم المزاينات الانتخابيين والمصافيط والامور اللي ما لها اصل تحبط بالشاري تحبط الرجل اللي بيدخل. ما حد يدخل المهرجان هذا ولا حد يدخل المجال ده. ليش؟ لانه شوف قدامه طرق مسدوده. صحيح. ما تاخذ حقك. لا حقك يأخذ يعطى غيرك. انا جاني معلومه امس يقولون واحد من الاشواط يقول طلعهم كلهم ما دخل في شيء. صحيح. وفي اشواط قاعد على بكره ولا بكرتين. بكره ايه. هذا طال عمرك ندل يدل على نزاهه راعي المهرجان والقائمين على المهرجان بيض الله وجيههم. اشكرهم انا امدحهم وهم يستحقون المدح. مو علشاني انا فايز. لا والله العظيم لو ما فاز منها وحدها قسم بالله هذ الرجال انهم يستاهلون المكان لهم فيه وانهم كفو. اي والله صدق. للامانه. طبعا لا ننسى امير البلاد. طبعا هو اللي الداعم الاساسي لهالمهرجان. امير البلاد بكل الجميع هو الداعم الاساسي. لولاه ما انجزنا ولا انجزوا هم ولا احد انجز. صحيح. مره. وش المشاركات اللي عندك غير البكره لليوم؟ والله مشارك ان شاء الله في الفردي اشواط المحليات. نعم. ومشاركين ان شاء الله مع اخواننا في اشواط الجمل. احتمال لا بعد صملنا لكن ان شاء الله جاهزه. جاهزه ان شاء الله. ما شاء الله. والبل وين هي؟ البل اللي هنا ولا اللي هناك؟ اللي هناك في حول معرج. كده مكاننا خضر من الحين. معرج السوبان. احنا بنخلص ان شاء الله وبنجيك ان شاء الله. مرحبا والله ومسهلا. ترحب بالمطر هنا وهناك وفي كل مكان. طول عمرك ويسلمك. الله يعافيك. من اللي بيتكلم يا رب مبارك؟ مرحبا وسهلا. كل بقاع. قلت له مرحبا ابو سيف. طول عمرك ويسلمك. وش بتضيف على كلام ابو خوذه؟ اضيف على كل علم غالب. كف ووفى ابو خوذه. يا ربي طول عمرك ويسلمك. ما اللي بيتكلم الربع؟ ما عاد وراهم تعدي هذول الشيبان. ما عاد وراهم تعدي. كلمة أخيرة يا أبو. لا 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 ما نبي الشيبان تكفى. فكنا من كلمة الشيبان. أي والله من على فيها. مرحبا يا غانم. مرحبا بك زوج. مناسبة فوز أبو خوذة وربعه وإخوانه وش تقول؟ والله أبو خوذة أخو من قديم ولين موته هو أخو وهو ربعه وجماعته واللي هو منهم. يستاهل يستاهل يستاهل. وغالي علينا كلنا وفوزه فوزنا احنا. صحيح. ناموس للجميع كلهم وكان احنا اللي فايزين يوم فاز اليوم. طول عمرك. يستاهل أبو خوذة جعله ناموس دايم. آمين يا رب العالمين. طول عمرك نفداك. عطى الاسم. الله بالخير. سعيد بن عفيس الرجل المشاغب. او نعم. هذا مشاغب في اي مهرجان. بيض الله وجهك. رجل الثاني اللي داحم على المنصات. مثلنا خير تمثيل. الله نقول له مبروك الفوز. ولا جاء من فراغ. جاء بجهود وبترتيب مزاين
ونقول ان شاء الله للامام يا ابو خوذه انت ربعك المشاركين ان شاء الله. وانت وش مشاركتك انت؟ والله احنا ما عندنا مشاركه ولكن ان شاء الله لا البل في السعوديه. ايه جاهز ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله بعد هالنجاح المهرجان ذا. نعم نعم واحد ان شاء الله حتى اللي ما له نيه والله تشوفه بكره في المنصه. واحد ان شاء الله تشوفون ان شاء الله باذن الله حتى على مستوى الجمل بالبتويم ان شاء الله السنه الجايه في قطر. مرحبا سعيد باذن الله. معروف 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 وياك ان شاء الله. اطب خوذه كلمه اخيره يا ابو خوذه. احب اشكرك اول شيء على الزياره اللي ما تستغرب منك ابو سيف. انت تجينا في اقصى الشمال واقصى الجنوب كيف يا منديرتنا طيبه وقاعدنا زينه قد حولت انت فيها. اي والله يا أيوة ابو حسين امس مرينا منا وقلنا المخيم هذا لازم نعرف راعي ما ادري من هو لكن هذا اللهم اسهل ترحب بالمطر هذا مخيمك الثاني. ربي يحفظك وطول عمرك من يقول شكرا لك الله مرحبا بك ومسهلا.